لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. خذ عندك يعني هذا المشهد الذي تكرر، وتلك الحوارات التي أوردها القرآن بأكثر من سورة تعطي نفس المعنى لعلنا نستفيد. اعترفوا هم في هذه الآية التي معنا والتي تليها والتي تليها أن طاعة السادة والكبراء هي التي تسببت في ضلالهم والعياذ بالله تعالى، وأدت إلى سقوطهم في هذا العذاب المهين والشديد. ولذلك يعني طلبوا أن يعذبوا مثلي عذابهم، يعني ضعف عذابهم، ضعفي عذابهم، وطالبوا يعني من الله أن يلعنهم لعنا كثيرا كبيرا متعددا متكررا. انظر إلى هذا المشهد هنا، وإذ يتحاجون في النار هم معا هؤلاء وأولئك، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. هذا حوار فيما بينهم كأنك ترى ضعفاء يقولون لأولئك الذين تسببوا في إضلالهم، يعني أنتم كنتم السبب فيما نحن فيه الآن، فهل بالإمكان أن تحملوا عنا جزءا نصيبا من النار جزاء ما يعني قمتم به معنا فأرديتمونا إلى هذا القرار؟ طبعا الإجابة معروفة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد حتى من العذاب يخفف عنا، لكن هيهات هيهات. فسورة المؤمنين المشهد يعني وكأنه فيه مزيد من الاعترافات والحوارات. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الإجابة إيش؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. تصور المشهد، توهم المشهد، حوار هذا داخل قعر النار، حال تقلب الوجوه من جهة إلى جهة، وحال يعني العذاب الشديد والعياذ بالله تعالى. منهم من يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ كلا، انس، وضوع انتهى، كانت الفرصة بين يديك ففرط. اسمع، في الصفات مشهد عجيب يا أخواني، والذي نفسي بيده لو نظرنا إليه بقلوب مصدقة بكلام الله عز وجل سنراه، أي كأننا سنراه، رادع وجازر وعظيم تعرف به قيمة يعني الطاعة لله والرسول والبعد عن أهل الضلال والزيغ والانحراف. في الصفات يعني القرآن حكى لنا مشهد بديع عن أهل الجنة حينما أكرموا وأدخلوا الجنة، وأقبل بعضهم على بعض ها يتساءلون، يطمئن بعضهم على بعض، وكيف نجوت وبما نجوت وما الذي كان معك وكيف كانت أحوالك هناك يعني في الدنيا. فبعد أن عينوا النجاة ونظروا إلى الجنة وما أعد لهم فيها، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن الأخبار عن الأحوال. قيل من أعظم نعيم أهل الجنة بعد طبعا متعة الرؤية والنظر لنور وجهه سبحانه وتعالى أن يعطون الفرصة للنظر لأهل النار وهم يعذبون فيها، ليعرفوا قيمة ما هم فيه الآن في تلك اللحظة. مشهد رهيب طبعا.
الصورة تستعرض المشهد، والله لو قرأتها بقلبك كأنك ترى مشهد في الحقيقة رائع وجميل وبديع. اسمع معي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الحوار الشاهد. فقال قائل منهم، يقول لأولئك النفر الذين نجوا معه في الجنة بعد أن تقابلوا وتساءلوا، إني كان لي قرين صاحب رفيق يقول إنك لمن المصدقين. هو أنت مصدق فعلا يعني إن في موت وبعث؟ لا لا لا، اسمع. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون، يعني محاسبون. هذا الرجل الذي يحكي كان لي قرين يشككني في البعث والعرض والحساب والجنة والنار، فحكى لهم عنه ثم قال، اسمع هذه النقلة النوعية الجميلة، هل أنتم مطلعون؟ تيجوا معي نبصوا عليه، تعالوا نشوفوا أنا وأنتم، شوفوا راح فين. طيب أنا عايز أسألك سؤال، مش هتقول بقى ملايين ومليارات، ولا منذ خلق الله يعني آدم وحواء وهبط إلى قيام الساعة كم العدد، كم البشر، كم الأمم التي يعني كفرت وأشركت ونافقت ووقع منها ما وقع ستكون في النار بالبلد كده، هتقول مين ولا مين والدور على مين وفين وإزاي؟ ياه، هل يسهل العد؟ هل يسهل الإحصاء والتحديد؟ هل يسهل يعني التركيز ومعرفة من تريد؟ هذه من النعم التي ينعم بها تبارك وتعالى على عباده المؤمنين ليعلموا قيمة ما هم فيه من رحمة الله بهم وادخالهم الجنة. مشهد يا أخواني مؤثر بكل معاني الكلمة، هل أنتم مطلعون؟ إيه رأيكم نيجي ندور عليه نبص عليه؟ هتقول لهم يروحوا النار عشان يبصوا عليه؟ ولا من نعيمهم وهم في مكانهم ما يشتهون شيء إلا ويرونه كأنهم يعني أمامه وهو أمامهم، بس يبص بس من الشرفة بس وهو قاعد في مكان يرى النار وما فيها، سبحان الله العظيم، ولا يصل إليهم حرها لعظيم ما هم فيه من فضل الله عليهم في الجنة، لكن يرون كل ما يجري في قعرها فيها ككل، يسمعون للحوارات التي تدور بين أهلها كما مر طرفا منها، سبحان الله العظيم. هل أنتم مطلعون؟ قالوا إيه؟ أكيد قالوا إيه؟ يلا بينا نشوف المشهد، نشوف المنظر. فاطلع، هم مش عارفينه مين صحابه، صح؟ بيفهم كده من الآية، لكن هو عارفه ولا مش عارفه؟ يعرف يطلعه من وسط المليارات اللي موجودة؟ بسهولة جدا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في حالة سوء في قعر جهنم والعياذ بالله تعالى، في موقف مؤلم. فاطلع، بص كده لهم، هو ده اهو. يا قال له ايه بعدها؟ ها؟ قال تالله، كوالله وبالله، تالله ان كدت لتردين، ده انت كنت هتضيعني، انت كنت هتتسبب لي فيما انت فيه. تفهم من ايه؟ الحمد والثناء على ان عافاه الله عز وجل من ذاك الرفيق السوء الذي كاد أن يشككه، أن يثنيه عن طاعة الله وعن طاعة الرسول، فيكون هذا هو المصير. تالله إن كدت لتردين، لا إله إلا الله، لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن أنعم الله علي بصحبة طيبة وأن وفقت، فالموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله والمهدي من هداه الله لطاعة الله ولطاعة رسوله، لكنت أنا الآن من المحضرين في نفس العذاب الذي تعاني أنت.
ياه، استشعر النعمة هذه، إنها العظيمة والله يا أخواني. اسمع، تالله إن كنت لتردين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كأني بالمؤمن لما استحضر عظمة النجاة والفوز انتقل في حواره مع ذاك القرين المجرم إلى التوبيخ والتأنيب وإلى التقريع. ياه، شوف بقى الحوار ده، واحد بقى مسكه بيأنبه بقى ازاي وهو في مكان على الهيئة التي سمعتم. تأنيب رهيب، وإن كان المعنى يحتاج إلى تدقيق وإلى تدبر ونظر حتى تفهم معنى كلمة التأنيب والتوبيخ. لما قال له كده إن كدت لتردين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، كأن في فاصل ثم معاودة للحوار بطريقة فيها توبيخ رهيب له. إيش قال له؟ لا، الآية، اسمع الآية، ها؟ أفما نحن بميتين؟ مش كنت بتقول لي كده؟ مش أنت اللي كنت بتقول لي ما فيش يعني بعث بعد الموت وما فيش وما فيش؟ أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ ما فيش حاجة اسمها عذاب وما فيش حاجة اسمها بعث ولا حساب ولا ولا. مش أنت اللي كنت بتقول كده؟ ده كلام تحس بإيه بقى؟ التاني في حال إيه ولا إيه؟ لكن توبيخ. هذا قالوا أشد من العذاب الذي هو فيه. بعض السلف يقول هذا كان أشد عليه من التعذيب الذي هو فيه. أمر عجيب يا أخواني، سبحان الله العظيم. بيقول له إيه لما قال له كده وقعد يعيد عليه المعاني بطريقة فيها تأنيب شديد جدا، قال وهذا أشد مما مضى، إن هذا لهو الفوز العظيم. يقصد ايه؟ فوزه هو ونجاته هو، وانه هو ما طاعهوش وما سمعش كلامه وما مشيش معاه. يا بالله عليكم، متوهمين الحوار؟ حاسين بالمشهد؟ مشهد رهيب يا اخواني، وحوار فعلا يحتاج الى كلام كثير والله. الآية عقبت بتعقيب عجيب جدا جدا جدا. اسمع إلى الفارق بين الآيتين. إن هذا هو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. نقلة نوعية تربوية راقية جدا. أنت الآن استحضرت المشهد، هل أنت مصدق به؟ نعم نعم، أنا أصدق بالقرآن. هل استحضرت عظمة المشهد والفارق الكبير بين الحالتين؟ نعم نعم، أنا مصدق بالقرآن. من تريد أن تكون؟ الذي يقول إن هذا هو الفوز العظيم، ولا الذي وبخ واستمر في الجحيم في سواء الجحيم كما هو؟ إيه رأيك؟ أكيد اخترت الموقف الأول صح؟ مش كده؟ طيب، سبب سقوط الثاني في هذا العذاب المهين أظنه وارد وواضح صح في الآية التي معنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا. يعني الحاجتين دول من أعظم أسباب الضياع والوقوع في سواء الجحيم، عدم الطاعة الحقيقية لله والرسول بتوحيد الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام الوجه للمنهج المبارك الوحيين المباركين. انظر، والثانية أنك انسقت وراء السادة والكبراء ورفقة السوء وصحبة السوء. فهذين المعنى لو أنك وضعتهما بين عينيك وأخذت بأسباب الحيطة والحضر لتنجو بهما لكنت من الفائزين بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي صور لك المشهد وأنت مصدق بكلامه، لأن الله عز وجل كما قلنا ونكرر يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. ولذلك عرض عليك المشهد
الذي سيحدث بنفس كلماته وتصوره. ماشي؟ إذن من الآن خذ بأسباب النجاة، وابدأ بطاعة حقيقية لله والرسول، وخصوصا أن الله بذلك أمرك. طبعا مر بنا في الصورة وتبين لنا عظمة يعني التوجيهات القرآنية، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، مش كده؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إلى آخر المعاني التي إليها أشرنا، وكيف كان صلى الله عليه وسلم حريص على تعليمك الطاعة الحقيقية. من رغب عن سنتي فليس مني، من عمل بسنة غيرنا فليس منا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا إيش؟ ومن يأبى رسول الله، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصني فقد أبى. الكلمات التي تحثك على الطاعة مجملها فيش وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، سمعوا طاعة فيما به أمر وفيما عنه نهى وزجر، هو هذا المعنى المطلوب وهذا المقصد العام. ثم تجد القرآن يحذرك من مغبة يعني الانسياق والسير وراء السادة والكبراء دون النظر للتوجيهات الربانية والنبوية، ثم التحذير من الصحبة التي هي وبال على صاحبها، الصحبة السيئة المدمرة. القرآن استعرض معنا يعني مشهد من هذه المشاهد، لعلك إذا توهمت المشهد ستعرف قيمة هذا الكلام. الصداقة والصحبة والقرين إن ما كانش لله وفي الله هذا وبال على صاحبه، تنقلب الصداقة التي لغير الله في هذه الدنيا إلى عداوة في الآخرة، عداوة حقيقية. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تنقلب إلى عداوة، عداوة حقيقية، لأن النتيجة يعني واضحة وقد بينت لك، حتى أنك تسمع في تلك اللحظات ما في مخرج، رب ارجعون كلا خلاص انتهت القضية، يا مالك ها ليقضي علينا ربك، ممكن انتهى الأمر خلاص. فاحتط لنفسك واستحضر هذه المعاني الإيمانية المباركة وخذها معك حيث تحركت، كفيلة وجديرة أن ترتقي بك. ولعل الله عز وجل ييسر لنا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما سنفكر فيه بعد هذه الصورة، وإن كنت أقترح عليكم لو يعني تدرسون الموضوع لنتشاور حتى تكون المادة مقبولة، في هذه الغربة والحاجة للتربية ماسة وضرورية، نحتاج أن نراجع الإيمان باليوم الآخر فقط. كلام طبعا ممكن يكون مسموع ومكرر ومعروف، لكن عظيم الأثر عظيم الفائدة. أنت ممكن أن يعني تتكلم في أي حاجة، لكن الأثر التربوي ليعني صدق الإيمان باليوم الآخر له قدرة على تغيير المسار والانتقال من حالة إلى حال. كلما كان الإيمان باليوم الآخر طبعا بعد الإيمان بالله عز وجل قوي وراسخ ومفهوم ومتوهم يعني مستحضر ونصب عينيك، كلما كنت يعني على مستوى من الاستشعار عن بعد والأداء المتميز بطريقة لا نظير لها. فكروا إن شئتم نبدأ في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في الآيتين التاليتين، اسمع، نداءين مباركين جاء يعني الواحد تلو الآخر لمخاطبة الجماعة المؤمنة في تلك الأجواء وفي تلك الأحداث بهذه الطريقة الرائعة الجميلة. أولا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ف
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شوفوا النداء اللي بعده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الأثر والثمرة، اسمع لهذين النداءين: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نشوف المصنف قال إيه ونقف مع بعض في لمحات تربوية مهمة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال المصنف عليه رحمة الله: أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل، ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي الله موسى فبرأه الله مما قالوا فيه من الكذب والزور وكان عند الله عظيم القدر والجاه. في الثانية: يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله خافوا، أي خافوا الله أن تعصوه فتستحق بذلك العقاب، وقولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولا مستقيما موافقا للصواب خاليا من الكذب والباطل، إذا فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: أي إذا اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا. سنقول إيه هو القول السديد إن شاء الله بالتفصيل. أصلح الله لكم أعمالكم وغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فيما أمر وفيما نهى فقد فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. أنا عايز أقول لك إن طبعا إحنا نتكلم في سورة الأحزاب، وشفنا الكلام كان شكله إيه عن المنافقين وعن المشركين وعن الحرب الدائرة والصراع والعمل تحت الضغوط اللي إحنا شفناها والأجواء والأحوال، ومع ذلك توجه الجماعة المؤمنة إلى هذه القيم العظيمة والأخلاقيات السامية. الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يعني احذروا أن تكونوا كبني إسرائيل الذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. يعني يا معشر المؤمنين احذروا أن تتصفوا بصفات أولئك القوم، ولا حتى بالمنافقين الذين آذوا الله وآذوا رسوله وآذوا المؤمنين، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. احذروا أشد الحذر من هذا العمل الخطير. فموسى عليه السلام أوذي أذى شديدا، وإن كان أغلب المفسرين يقولون في قصة هذا النداء أن الحديث الذي في البخاري وفي مسلم وغيره من كتب السنن إنما كان في بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة مع بعضهم البعض دون حياء، كانوا بيعملوا لما يروحوا يستحموا قدام بعض كده، يعني شغل والعياذ بالله تعالى، زي اللي بيحصل دلوقتي في الدول المتحضرة والمتقدمة في نظرهم، يعني سدح مداح كده مفيش حاجة خالص، استحموا الرجالة مع بعض عراة والنساء وإن الله وإن الله راجعون ماشي. فكان الرجال من بني إسرائيل يغتسلون مع بعضهم البعض إلا موسى عليه السلام، كان شديد الحياء من ربه سبحانه وتعالى، فكان لا يفعل ذلك أبدا، فكان إذا أراد أن يغتسل يعني ذهب بعيدا واحتاط لنفسه. وفي مرة من المرات قالوا أشاعوا إشاعات: علمنا السبب في أن موسى لا يغتسل معنا. إيش السبب؟ في رواية أن به برص في جسده يشوه شكله، فكان يعني لا يريد أن يرى منه هذا البرص الذي تحت الملابس. وفي رواية أن فيه أدرة، يعني عيب في مذاكيره في خصيتيه، تضخم كبير يشوه، فكان لا يريد أن يرى هذا هذا كلامه ماشي. فذهب في يوم الأيام ليغتسل في مكان بعيد مختبئا عن الناس،
خلع ثيابه ووضعها على صخرة وأفرغ من الماء على جسده فإذا بالصخرة تجري بملابسه. سبحان الخالق، الحجر يأخذ الملابس ويجري بها، مكان بعيد جدا. موسى تحضر وهو يغتسل، الحجر راه يعني وهو يجري بملابسه. فأخذ عصاه وطفق يجري من خلف الحجر، ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي، عايز يأخذ ملابسه والحجر يجري بطريقة غريبة جدا. يعني واحد يقول الله، هو سيدنا موسى بيخاطب الحجر الذي لا يعقل؟ لا، خاطبه بالنداء، لأن هذا فعل ما من يعقل أنه يأخذ الثياب ويجري بها كده، ده عارف نفسه بيعمل إيه، فخاطبه بذلك. فانطلق بثيابه حتى دخل على بني إسرائيل في ناديهم. طبعا مضطر يجري وراء الحجر زي ما تقول إيه، كأني به لفرط حقيقي، يعني طمعا أنه يلحق الحجر يأخذ الثوب من عليه. حتى رأوه على هيئته، فكان من أجمل ما رأوا من بشرته وجماله ويعني صفة خلقه عليه السلام، كان شكله جميل جدا سيدنا موسى عليه السلام. فقالوا هذا معنى، فبرأه الله مما قال. لكن في الحقيقة في أقوال أخرى أيضا يعني موجودة ومنقولة، منها مثلا في لحظات التيه بنو إسرائيل لما يعني عانوا في مرحلة التيه، ما عانوا، قال لك قبل التيه بحوالي شهرين كده سيدنا موسى خد سيدنا هارون وطلعوا إلى الجبل يناجي ربه، فعاد بغير هارون، فاتهموا أنه قتل هارون، قالوا أنت قتلته عشان هو أرحم بينا وأحلم بينا وأنت جديد علينا. شفت بقى، شفت الكذب والافتراء، أنت باين عليك أنت اللي قتلته. فقال ما قتلته، كيف أقتل أخي وهو نبي ورسول، إزاي يعني؟ فأشاعوا وتكلموا ونقلوا الخبر في كل مكان أن موسى قتل هارون لأنه أرحم بنا وأحلم علينا، لكن هو جديد علينا شوي. تشويه، تشغيل، بيقولوا إيه، فبرأه الله مما قالوا. فيها أكثر من أثر. الأثر الأول أن الملائكة تكلمت في ملأ من بني إسرائيل أن موسى بريء وأن هارون مات ميتة طبيعية، وده يكفي بقى لما سمعوا الكلام الملائكة كده خلاص كفوا. الرواية الثانية بتقول لك لم ينتبهوا ولم يكفوا ومصممين أنه هو اللي قتل، حتى أحيا الله هارون فأنطقه فقال أنه مات ميتة طبيعية وأن موسى بريء من هذه التهمة وهذه الإشاعة التي تقولون. فبرأه الله مما قال ثم مات مرة أخرى عليه السلام. بس الجمع الجميل بين الأقوال أن الأذى الذي وقع على موسى هو هذا وغيره، الاتهام بالوصف الذي ليس فيه، نمرة اثنين بالتهمي بقتل هارون، وده الأشمل عندنا، أنه أوذي بالمشاغبة والتشغيب وكثرة الاعتراض واتباع الأهواء والعناد والاستكبار ويعني الغمز واللمز، هذا شديد جدا جدا جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الجامع لما أوذي من بعض المنافقين، اللي عشان كده احنا بننهى عن أن نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه وزع بعض الغنائم واحد من المنافقين عليه، عمل نفسه مسلم بقى قدام الناس، هو يتعامل معاملة المسلم، قال هذه قسم ما أريد بها وجه الله، اللي انت عملته ده قسم ما أريد بها وجه الله. حد يجرؤ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ سيدنا عمر دعني أضرب عنقه، ده عز. قال لا لا لا، رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر، عديه. يعني سيدنا موسى يعني صبر كثير، صبر كثير يا جماعة، صبر صبر عجيب على بني إسرائيل، أوذي منهم أذى لا يوصف ولا يقارن، ولكنه صبر. إن سلم كان دائما ما يدعو له ويترحم عليه، رحم الله أخي موسى،
أوذي أكثر من ذلك فصبر. والله يا إخواني أنا مين وأنت مين؟ قد نؤذى من بعض المحاربين والمنوئين والحاسدين والحاقدين، أو بعض الجهال من المسلمين من المخالفين في المسائل الاجتهادية، ولكن لجهلهم اشتروا وقعة الأذية واتهموك بكذا وكذا وكذا وكذا. افتكر انت كده المعنى ده. رحم الله موسى، رحم الله محمد صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، أوذوا أكثر من ذلك فصبر. واصبر، تحمل الأذى، احتسب، هذه حسنات تهدى إليك لا عليك، لا تنشغل، يقولوا ما شاءوا، عند الله تجتمع الخصوم، اطمئن. لكن لو انشغلت سيمرض قلبك وستصب الإحباط، وقد يؤدي هذا إلى ترك كلمة عليك، فده خطر عظيم جدا. لا ما تنشغلش، هم انت فين وبتعمل ايه ودورك ايه؟ هو ده المعنى المطلوب. طيب، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد أجمع ما قيل فيه في الحقيقة كلام رائع جدا جدا. قالوا أي قولوا قولا حقا وصدقا في شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم وفي شأن أم المؤمنين زينب وفي زيد، هذا في سياق الآيات التي وردت في السورة، الموضوع كله من أول آخر، اللي عايشين معنا الموضوع من أوله، ولكن على الجملة قولوا قولا سديدا ولا تنسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ليس فيه، لما هو من العيب والأذى، حتى لا تتشبهوا ببني إسرائيل وبأهل النفاق وبالمشركين. دائما وقروا النبي صلى الله عليه وسلم وعظموه واجعلوا له مكانة، لأن هذا ما أمرتم به من الله عز وجل. وقيل قولوا قولا سديدا أي قولوا لا إله إلا الله. عارفين معناه يعني؟ يعني وحدوا الله حق توحيده حتى لا تكونوا كالمنافقين ولا كالمشركين إلى آخره. قولوا قولا سديدا، قولوا لا إله إلا الله بحق بمفهومه الصحيح، وهي على وزن واذكر ربك إذا نسيت. يعني وقولوا قولا سديدا يعني وحدوا الله حق توحيده، واذكروا سبحانه وتعالى في كل أحوالكم، وخصوصا إذا نسيتم حتى لا تشردوا عن الطريق. وقيل القول السديد الذي يوافق فيه الظاهر الباطن، يبقاش في تناقض، خلي اللي جوه زي اللي بره. طيب الكلام جوه ولا بره؟ لا، الكلام من بره من اللسان صح، لكن اللسان يعبر عما في قلبك. فالقول السديد أن يكون القول موافق لباطنك، لا تناقض. كمين؟ كالمنافقين، أسلموا بألسنتهم وابطنوا الكفر والكيد والعياذ بالله تعالى. وقيل القول السديد هو في الإصلاح بين الناس، يعني والكلمة عدلة يا أخي، والكلمة كويسة، قرب فيها المسافات، حطم فيها الحواجز، تقرب بها بين الناس. ولذلك في قوله تعالى لا خير في كثير ها من نجواهم، إيش النجوى هنا؟ النجوى الكلام والحكاوي اللي بتحصل بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال لك هو ده الكلام السديد المضبوط، كلام اللي في الجون زي ما بيقولوا، كلام مضبوط ماشي. وقيل القول السديد هو ما أريد به وجه الله تعالى، وكان موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما اشتمل على الإخلاص والصدق والإنصاف والعدل، وهو يعم الخير كله.
لذلك بالمناسبة يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، قولوا قولا سديدا. قال لك لازم تلتفت الآية دي بتخاطب من؟ يا أيها الذين آمنوا، بتأمرهم بإيه أول أمر؟ اتقوا الله، خافوا الله، مش كده؟ درجة أعلى من الإيمان درجة التقوى، خافوا الله وقولوا قولا سديدا. خلي كلامكم مسدد، يعني وفق القرآن والسنة، أخلصوا فيه لله واستخرجوه بصدق خوفا من الله، لأنكم أهل إيمان تتميزون عن المنافقين وعن المشركين، أنتوا غير الناس دي كلها. ما ينفعش أن أنتوا تطلقوا العنان لألسنتكم، تقول اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه وبالطريقة اللي أنت عايزها، لا 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 لا. لذلك علماء التربية قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة الكلام كله بينقسم إلى 4 أقسام. كم قسم الكلام؟ 4. قسم شر محض، شر كله، وهذا محرم قولا واحدا، ده ما تتكلموش خالص، لو زي الكذب والبهتان والزور والكلام الكفري والشركي وكلام المنافقين والغيبة والنميمة، ماشي، كل ده حرام اوعك تتكلم فيه، والغناء ومش عارف ايه والكلام الساقط ده اسمه ايه؟ محرم شر محض. يبقى فاضل كم؟ ربع من 4 الكلام؟ 3. النوع الثاني كلام خير كله وحكمه الوجوب، واجب عليك ان انت تقوله، زي قول لا اله الا الله، زي قراءة القرآن كلام ربنا، زي قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا تعلم العلم الشرعي وتعليمه، ماشي، زي قول الحق، قول الصدق، يعني شهادة الحق، ماشي، زي مثلا أمر معروف ونهي عن المنكر، زي الدعاء، ده كلام بيطلع منك ولا ما بيطلعش من الكلام، ماشي، زي مثل الكلام الذي لا بد منه في البيع والشراء بس بالأدب الشرعي بعيد عن اللف والدوران وروغان الثعالب، ده واجب عليك ان انت تتكلم الكلام اللي كله خير اللي فيه اخلاص وفيه متابعه بشرطين، ماشي، ما تخرجش عن السياق. قال لك عشان تبقى عارف نفسك لازم بشرطين، اخلاص والمتابعه. يعني ايه تقصد ايه؟ ما قال لك ايه احسن كلام يتقال؟ حد يقول كده؟ كلام ربنا، صح، احسن كلام كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال لك خلي بالك لو ما كانش بإخلاص ومتابعة هتكون أول من يسعر به 3، أول من تسعر به النار يوم القيامة من؟ قارئ القرآن يؤتى به يعرف بالنعمة، ما احنا خلينا في الشاهد مش عايزين الحديث كله، الحديث تحافظينه، فيعرف بهذه النعمة فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمته خلقك، يقال ايش؟ كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، عشان الناس تتبسط منك وتشكرك وتثني عليك وتحمدك وتفتف لك وتزبطك وتجوزك وتوظفك، مش كده؟ وقد قيل خذوه أي إلى النار، فيكون أول من تسعر بالنار من قال كلام هو من أعظم الكلام، لكن عشان فقد الشرطين الإخلاص والمتابعة يلا بالسلام. يبقى إذن كلام خير كله وواجب عليك لابد بشرطيه بالإخلاص والمتابعة. يبقى فاضل معنا كم؟ ربع، ربعين. الربع الثالث كلام مختلط فيه وفيه، ممكن في كلمة حلوة وفي كلمة والعياذ بالله زي الزفت، في 3-4 كلمات حلوين بس في كلمة واحدة بس خطيرة ممكن تودي في داهية. حكم ايه الكلام المختلط؟ يعني بقول جيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، يعني عمال يدش كده على طول، واحدة هنا واحدة هنا واحدة فوق واحدة من تحت. قالوا هذا تركه واجب، ده فيه خير يا عم الحاج، ده فيه كلمتين حلوين بس فيهم كلمة وحشة، ما ينفعش. قالوا سدا للذرائع غلقا لباب الشر، ما تتكلمش في الكلام المختلط ده اللي فيه حتة من هنا وحتة من هنا، لا ما ينفعش، مش عاوزينه. يبقى فاضل ايه؟
الربع الأخير. قالوا كلام مباح. يعني مباح؟ قالوا لا خير فيه ولا شر فيه. زي ايه مثلا؟ أكلنا حتة أكل النهاردة، شفت حتة مش عارف منظر، أو كلام ده لا فيه سيئات وبرضه ما فيهوش ايه؟ حسنات. طيب ايه وضعه؟ ايه حكمه؟ قالوا السنة على تركه. يا عم انت لسه قايل لا خير فيه ولا شر فيه، ما فيهوش شر، حكاوي كده يعني، بندردش يعني، جبناش سيرة حد، ما اغتبناش حد، ما قلناش كلمة وحشة، حكاوي. قال لك السنة على تركه. ليه؟ قال لك حفاظا على رأس المال. رأس المال ايه؟ الوقت. يوظف فيما هو أنفع، فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة. قال لك بدل ما تقعد تدش كده كلام أي حاجة له خير وله شر، من قال سبحان الله العظيم وبحمده ايش؟ غرست له نخلة في الجنة. يا أخي ازرع لك شوية نخلة في الجنة. سؤال جميل قاله بعض السلف، قال يا جماعة رأيكم لو واحد حط أمانة عند ربنا، ربنا هيضيعها عليه؟ قالوا حاشاه، والذي لا تضيع ودائعه، مش ممكن. قال والله لو زرعته عنده شوية نخل في يوم الأيام هتقولهم إن شاء الله، ما تخافوش. إيه رأيكم تزرعوا ولا ما تزرعوش؟ ده لو الواحد كل يوم في الصباح 10 دقايق وفي المساء 10 دقايق بس يزرع له مش أقل من 2000 نخلة كده إن شاء الله. إيه رأيكم؟ يعني تعمل لك بستانين ثلاثة أربعة، لو ما فيش في الدنيا وأنت فقير هترجع هناك تلاقي بساتين، وهتلاقي الناس اللي عندهم بساتين الدنيا بس ما عملوش كده زي صاحبنا، لا مش صاحبنا التاني اللي كان بيحكي بدك ده اللي كان جوه، صح؟ نعوذ بالله من الخذلان. فاحذروا الكلام يا اخواني، لان ممكن كلمه من الكلام، ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، يهوي بها ابعد ما بين المشرق والمغرب. كلمه واحده ممكن تقولها كده وانت مش واخد بالك توديك في اسفل سافلين والعياذ بالله تعالى. الراجل يجي يطلب من النبي الوصيه، شوفوا علم اصحابه هذا العلم العظيم، يقول اوصني، يقول امسك عليك لسانك، امسك لسانك. فسيدنا معاذ قاعد جنبه، سيدنا معاذ خلي بالكوا دماغ عارف، بس ايه حب يعني بالبلد كده ينكش النبي، يطلع كلام تاني يعني، عاوز يعرف الناس اللي قاعده. ما هو دي طريقه الطلب العلم، النبيه لما يكون في مساله الشيخ قالها ومش واضحه يروح هو خابط سؤال، سؤال غشيم كده عشان تتوضح المساله للناس. فقال يا رسول الله او مؤاخذون بما نقول، هو اي كلمه نقولها نتحاسب عليها؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، يكب الناس في جهنم على وجوههم الا بحصائد السنتهم. وفي ايه اللي يودي الناس في النار الا اللسان اللي بيحصد. ولذلك خذوا عندكم احاديث سريعه تطرق الاذان، دايما يعني يحلو لنا ان نذكر بها لعظيم فائدتها، كلها بين الصحيح والحسن، تشير الى منهج النبوي المبارك في بيان خطوره اللسان، وكيف تدرج في تربيه اصحابه حتى يتمكنوا من السنتهم، وقد نجح عليه الصلاه والسلام ببراعه. شوف بقى مجموعه حديث، اول حاجه يقول ايه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم اللسان على اليد، مع ان اليد ممكن ايه؟ ممكن تقتل، صح ولا لا؟ واللسان ما بيقتلش، لكن شوف اخطر من اليد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء قله كلامه، يكون كلامه شويه مش كتير. طيب دي درجة الإسلام، والإسلام الحسن ينتقل لدرجة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليقل خيرا أو ليصمت. يسكت، يا تقول خير يا تسكت يا أخي، اسكت، ما كانش كلامك في خير اسكت أحسن. ده تأكيد المعنى اللي ورد في التقسيم اللي قلناه. طيب الإيمان مش بيزيد وينقص، عايزاه عشان يبقى إيمانك دايما في القمة وعالي ومستقيم، عمره ما هيستقيم إلا باستقامة لسانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ينهار أبيض،
يبقى احنا كنا وهمين. هو القلب بيتحكم في اللسان ولا اللسان بيتحكم في القلب؟ خلي بالك القلب ممكن يدمر اللسان ويدمر كل حاجة، مع ان يعني الصلة وثيقة بين الاثنين، وكذا بين السمع والبصر واللسان والقلب، دي شبكة. ولكن اللسان له خطر داهم على القلب، والقلب لن يستقيم ليكون محلا صالحا للإيمان إلا إذا استقام اللسان وانضبط وقلل الكلام وشوه الكلام. ياه، طيب درجة الإحسان اللي حقيقة الإيمان، اللي أعلى درجة إسلام إيمان إحسان، قال إيه؟ لن يبلغ العبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان اللي هي مقام الإحسان حتى يخزن لسانه. عمرك ما هتوصل درجة الإحسان إلا إذا تمكنت من لسانك وحبسته في المخزن الرباني بين هاتين الشفتين. مش ممكن، نص واضح، حديث صحيح، لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. ينتقل لمشروع آخر، مشروع التدريب على طول الصمت والسكوت. شوف يقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، اللي يسكت ربنا ينجيه في الدنيا وفي الآخرة، باختصار عشان ما نطولش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عورته، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، دايما تلاقي اسم سيدنا معاذ في الحاجات المهمة الخطيرة كده، حديث التوحيد، حديث الأخلاق، حديث الفقه، يا معاذ، قال نعم يا رسول الله، قال إنك لا تزال بخير ما سكت، طول ما انت سكت وانت ايه؟ وانت بخير، فإذا ما تكلمت كتب لك أو عليك، أول ما هتحكي يا لك يا عليك. أمر عجيب يا جماعة والله، أمر عجيب. ثم انظر إلى هذا الضابط الغريب الرباني اللي هيظبط لك العملية كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، أبعد ما يكون من الله عز وجل القلب القاسي. عارف يعني إيه؟ يا عم الحاج ما تتكلمش كتير، بل ما تتكلمش أصلا حتى تذكر ربك. قبل ما تتكلم اذكر رقابته عليك، وأن الكلام إما لك وإما عليك، فإن كان في مرضات الله تمضيه، وإن كان في غير ذلك لا لا، امسك نفسك. انت عارف العلماء بيقولوا ايه في الحتة دي؟ بيقولوا يا جماعة خلي بالكم، شهوة الكلام أخطر حتى من الشهوة الجنسية ومن أي شهوة تانية ومن شهوة الطعام والشراب. ازاي يا عم الحاج؟ ده الشهوة الجنسية، ده الأكل والشرب، ده لا لا لا، أقوى أقوى شهوة شهوة الكلام. اقعد ساكت كده شوية، ممكن تقعد من غير أكل، ممكن تقعد من غير جواز، وارد كل ده وسهل وممكن تحكم في نفسك، لكن تقدر تقعد من غير كلام؟ أظن دي صعب يعني، ما إيه رأيكم فيها؟ طيب جرب كده بكرة، تقدر تعد كلماتك بكرة؟ صعب إزاي يا شيخ علي؟ حاولوا يا جماعة، حاولوا، ما تيأسوش، الأمر يسير إذا تعلمنا هذه المعاني. انظر إلى النتيجة والثمرة. الصديق لما سمع الكلام ده إذا خلى بنفسه يقعد يبكي، يبكي، ما لك؟ هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي وداني في ده، يا نهار أبيض، ده اللي إيمانه يزن إيمان الأمة كلها. إيه يا جماعة كلام، الموضوع كبير والله العظيم، موضوع ما هو سهل، موضوع عايز تركيز. ده الصديق بيقول على لسانه أصدق لسان، سمي الصديق بالألف واللام، ومع ذلك يقول هذا الذي أوردني الموارد. يبقى انا وانت نقول ايه؟ يا رب عوض يا رب. عمر مره طلع يخطب الجمعه او خطبه موعظه، حمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى وسلم على رسوله، ثم قال، فهم المنهج بقى واستوعب المعاني، دخلت جوه تمام. قال ايها الناس، من كثر كلامه كثر سقطه. اللي هكلم كتير هيفلقط كتير، صح بالبلدي دي،
من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ما كل ما تفلط كل ما ذنوبه تكثر، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. ثم نزل من على المنبر. بس كفاية عليكم الخطبة دي، يا نهار أبيض يا جماعة، اللي هتكلم كتير هيسقط كتير، ذنوب هتكتر، الحياء هيقل، الجرأة هتزيد، الورع هيضيع، القلب هيموت. لا يبقى ده سكته والعياذ بالله تعالى زي الجماعة اللي كنا بنحكي عنهم، يخسأوا فيها ولا تكلمون. انتوا برضو حتى هنا بتتكلموا خلاص الموضوع انتهى، جايين تتكلموا هنا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا جماعة الكلام، مسعود كان يصعد على جبل الصفا وبأعلى صوت يقول لأتباعه من طلاب العلم كأنه يعلمهم عن بعد، ويقول لنفسه: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. بس كانوا رجالة مش زي حالتنا، طلبة علم بجد. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا كلام تقوله؟ كلام ده من عندك ولا حديث يعني، ولا سمعته؟ هذا كلام تقوله يعني، موعظة من عندك أنت؟ قال: بل سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطايا بني آدم من ألسنتهم. يا جماعة الموضوع كبير، محتاج طرح وبقوة. أدي أمانة، أنتم سمعتم الآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الثمرة والأثر هي اللي معانا، اللي احنا وقفنا عندها: يصلح لكم أعمالكم. أول ثمرة لو خفنا من ربنا فعلا وكان كلامنا كله منضبط بهذا المفهوم، أول حاجة يصلح لكم أعمالكم. عارفين يعني يصلح لكم أعمالكم؟ حاجة جميلة جدا جدا. قال أهل العلم: يصلح لكم أعمالكم، أي يوفقكم للعمل الصالح المقبول. ولا في ناس كتير بتعمل بس عمل يصبح هباء منثورا. يصلح لكم أعمالكم يعني يوفقكم سبحانه وتعالى لأصلح العمل الذي عليه أعظم الأجر، الذي تستحقون به الرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يبقى في جزئية احنا دايما بندندنه حواليها، بنقوله ايه؟ الموفق من وفقه الله، ها؟ والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. صح؟ صح ولا لا؟ اذا الهداية والتوفيق والسداد بيد من؟ لو انت خفت من ربنا وخشيت ربنا فعلا وقلت القول السديد، ربنا سبحانه وتعالى حيوفاك للعمل الصالح الذي يكون سببا لرحمته والفوز بمرضاته والجنة. عشان ما تعولش على نفسك وشطرتك وقوتك وعلمك والتزامك ومظهرك، لا، العملية مش كده، العملية كلها بيد الله عز وجل. ولذلك في الحديث ايش دايما بنقول لكم، الحديث ده بحبه جدا جدا: ان تصدقوا الله، عارفين يعني ايه؟ لو انتم صادقين في التزام هذا التوجيه الرباني وتريدون فعلا أن تصلون لثمرة القول السديد ستصلون، ومن يتحرى الخير يعطى. بس بشرط إن تصدقوا الله يصدقكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اللي عدت كلها تغفر بفضله وجوده وكرمه طالما عدتم إلى الطريق. لكن شوف الروعة والجمال عشان ما تنساش، عشان ما تشرطش، عشان ما تعولش على حاجة تانية. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. يعني اللي عاوز خلاص الموضوع ده، اللي عاوز يعني يجيب من الآخر، يسلم نفسه لله والرسول، يلتزم بالوحيين المباركين، يحقق الطاعة الحقية لله والرسول بالمفهوم الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، حيوصل من أقصر الطرق اللي هو عايزه. فضل معنا آيتين ونختم الصورة الجميلة. تصبروا عليهم ولا نأجلوهم؟ خذوهم بسرعة كده، ولا إيه رأيكم؟ احنا بقى لنا قد ايه كده؟
نحاول ناخذهم سريعا كذا ان شاء الله. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال المصنف عليه رحمة الله: إن عرضنا الأمانة التي تمن الله عليها المكلفين من امتثال الأوامر واجتناب النواهي على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وخفنا ألا يقمن بأدائها وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفه إنه كان شديد الظلم والجهل لنفسه. خذ الآية التي تليها لنشرح في الوقفات. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. باختصار، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، مع أن الأرض من مع أن الجبال منين؟ مش كده؟ مش من الأرض، لكن خاصة بالذكر، هذا تخصيص بعد تعميم، انتبه للكلام. هذا العرض كان على الراجع على التخيير، عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وخص الجبال بالذكر للإشارة إلى قوتها ورسوخها وقوة تحملها. انظر، فسألنا علامة، يعني هنتحمل الأمانة دي علامة. قال: أن تجازوا بالخير إذا أحسنتم وأن تعاقبوا إذا أسأتم، في ثواب وعقاب. فأبينا، خفنا من المسؤولية ومن عظمتها ومن قوتها، وحملها الإنسان آدم، الإنسان ككل، انتبه، إنه كان ظلوما جهولا. شوف على طول النقلة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. كأن هذه الطريقة في عرض الأمانة هي ابتلاء وامتحان لبني الإنسان، لبني آدم جميعا. فمن كفر وأشرك ونافق فهذا لا شك سيعذب عذابا شديدا، ومن آمن، ولكون بشر غير معصوم قد تسقط منه الهنة والزلة، فهذا إن تاب سيتوب الله عليه أو سيوفق للتوبة إن كان صادقا ومعترفا بذنبه. لكن القصة تحتاج إلى بيان. جمهور أهل العلم يقولون: هذا العرض حقيقي، حقيقي مش مجازي. والبعض يقول هو مجازي، يعني مجازي يعني واسأل القرية، هي القرية هتسأل للجدران والحيطان؟ لا، ده تسأل أهل القرية. فالمعنى أن الله عز وجل أراد أن يشير إشارة أننا لو عرضنا للتفخيم والتعظيم هذه الأمانة، أمانة يعني الدين، كما سنوضح ما معنى الأمانة بتوضيح يعني سهل ويسير، أننا لو عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وبما فيها الجبال على قوتها لما يعني قبلنا هذه المهمة خشية من الله وخوفا من الله عز وجل. طيب، وهل هذه الأشياء تعقل حتى تخاطب السماوات والأرض والجبال؟ تعقل عشان تخاطب أو لها أحاسيس وإدراك ومشاعر؟ برضو دي مسألة صح محتاج أن احنا ناخد إشارة تربوية مهمة فيها. اسمع، قالوا: أولا، الأمانة على قول جمهور أهل العلم تشمل جميع وظائف الدين، أقول عقيدة وشريعة، أوامر ونواهي وفرائض، صلاة مثلا وكذا وكذا إلى آخره.
حلال وحرام، ظاهر وباطن، غرائز وجوارح. فمثلا مثلا سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، يدك أمانة، بطنك أمانة، فرجك أمانة، رجلك أمانة، زوجتك أمانة، مالك أمانة، مال الآخرين عندك أمانة، ما أنت فيه من نعم أمانة. الأمانة تشمل كل الدين، عقيدة وشريعة، أوامر ونواهي، حلال وحرام، فرائض، هذا كله من الأمانة التي أنت مطالب أن تقوم بحفظها. وإن كان المعنى المتبادر للذهن الأمانة، الأمانة يعني نحط عندك حاجة أمانة، لا، ده جزء فرع على الأمانة ككل، وهو خطير لأمانات الناس، لأن إذا ضيعت أمانات الناس هذا خطر عظيم جدا علينا جميعا. ولذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هل الكلام ده معناه بس لو واحد ضيع أمانة واحد يبقى خلاص انتظر الساعة؟ لا، إذا ضيعت الأمانة ككل بالمفهوم الدين، الدين ككل، ومن جملتها ضيعت الأمانة. ده في حاجات بعض العلماء بيسترشد بها، وإن كان توقف وترفع، يقول لك سيأتي على الناس زمان، هتيجي وقت أو يجي وقت يعني يقال، يقولوا أن في بني فلان رجل أمين، بيقولوا كده في العيلة الفلانية في واحد أمين، معنى أن عملة إيه؟ عملة نادرة فعلا. ده أنت لو النهاردة تيجي تقيس بموضوع الأمانة بس، أن أنت تأتمن على مالك، على تجارتك، على أهلك، على عرضك، على الكتاب، على السنة، والله الواحد خايف يقول إن إحنا قربنا، ولا إيه رأيكم؟ سيأتي عنا الزمان يقال في بني فلان رجل أمين. الأمانة يا جماعة، الأمانة بمفهوم الشامل تشمل الدين ككل، جميع مضاف الدين. ولذلك ينبغي علينا أن نعيد طرح هذه المواضيع بين الناس. شوف هذه اللطيفة عند الإمام العلامة الذي أنصح إخواني بمراجعة تفسيره، الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، في أضواء البيان. صراحة يا إخواني حاجة روعة روعة روعة، متعة تتمتع تفسير القرآن بالقرآن، والوقفات اللغوية والإشارات الإيمانية والتربوية والفقهية العالية جدا عند رجل. بيقول يا جماعة، البعض يسأل يقول للخطاب للسماوات والأرض والجبال، يعني احنا عايزين نفهم، طيب الحاجات دي بتعقل، تدرك في احساس ومشاعر؟ قال تعالوا للقرآن ذات نفسه يقول لكم القصة دي، واستطرد معانا جاب لنا شوية حاجات. بيقول اولا كلمة فأشفقنا منها، اي خفنا من مغبة المخالفة، وهذا دليل ان لها ادراك واستشعار. طيب فضيلة الإمام في أدلة تانية، ما دي الآية دي معانا أصلا، احنا عايزين نوسع الموضوع. قال لك خذ عندك، قال الله تعالى، فاكرين في سورة البقرة، وإن منها لما يهبط من خشية الله، اللي هي إيه؟ الحجارة. إن منها لما يهبط من خشية الله، يبقى في حجارة عندها خشية من الله ولا ما عندهاش؟ هذه دي آية واضحة في سورة البقرة، خذ غيرها. فأثبت لها خشية. وفي قوله تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، يبقى السماوات بتسبح والأرض بتسبح ومن فيهن، كل الجمادات الموجودة بتسبح، ماشي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، يعني مش شرط أن أنت تعرف هي بتسبح إزاي، لكن أنت مصدق بالقرآن ولا لا؟ طالما هي بتسبح إذن هي بتعي وتدرك ولا لا؟ أكيد لها عبوديات، لكن مش من الحتم لزومنا أنا وأنت اسمعها عشان نتأكد، لا يكفينا القرآن أنها قال بتسبح، يبقى إذن هي بتسبح. واللي بيسبح ده يا، واللي بيهبط من خشية الله ده أكيد عنده إدراك رهيب. وفي قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال، ها، وسبحنا والطير، خلينا في الجبال احنا هنا، ماشي، أمر عجيب يا أخي والله. الجبال يسبح، ده تأكيد. مثلا ممكن نجيب إيه،
في مواطن كثيرة في القرآن حد فكر حاجة؟ يا جبال أوبي معه. يا ده إيه ده؟ تفاعلي معاه، يبقى فيها تفاعل ولا ما فيهاش؟ جميلة. حد يجيب حاجة تاني؟ أيوة أحسنت ما شاء الله، آيات كثيرة جدا. بس الرجل راح نقل لنا نقلة نوعية على السنة، قال لك من السنة أدلة من السنة برضه جميلة أوي أوي. بيقول إيه؟ قصة حنين الجذع، عارفين الجذع ده ولا مش عارفينه؟ حتة نخلة كده كان النبي يخطب عليها، وبعدين الصحابة قالوا لا ده نعمل لك منبر بقى محترم، منبر جميل جدا يليق بك، فصنعوا المنبر. أول خطبة يطلع على المنبر الجذع عمل إيه؟ حن، حنين سمعه من بالمسجد، بكى فوضع يده عليه فسكنه. يا طيب ده في كمان حاجة جميلة في السنة والشيخ ما ذكرش بس افتكرتها دلوقتي أنا، لما كان على جبل أحد هو ومين ومين ومين؟ هو الصديق والفاروق وعثمان، قال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدين، صح؟ يا الله أحسنت. أثبت لأحد أن له مشاعر يحب ويبغض، قال أحد جبل يحبنا ونحبه. يا ده حاجات جميلة جدا. في من الحديث الجميلة حديث صحيح مسلم، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. في حجر النبي كان عارفه شكلا، كان كل ما عدى عليه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم، الله أكبر، كان يسلم عليه في مكة. نعم، ولكن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ها دي بقى لوحديها دي قصة لوحديها بقى، رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن يا إخواني هذا أمر يعني لا غبار عليه. الشاهد أنت مؤتمن، فهل أنت محافظ على ما أؤتمنت عليه؟ وأعظم الأمانة دينك، هل أنت محافظ على دينك فمقدرا معظما مفاعلا مترجما داعيا إليه عارضا له في أمثل صورة مؤثرة في الآخرين أقارب وباع المسلمين وغير المسلمين؟ والله العظيم لو لم ترتقي لمستوى الأمانة لكنت فعلا مضيع لنفسك. لكن الآية هنا بتقول إيه؟ إنه كان ظلوما جهولا. كل الناس لا شك أنه قد يعتريهم بعض الظلم وبعض الجهالة، إنك امرؤ فيك جاهلية، ماشي. لكن المعنى هنا مقصود بإيه؟ إنه كان ظلوما جهولا، يعني في تحمله للأمانة ظلم نفسه لعدم معرفته بما فيها من خبايا، وكيف تروض وكيف توظف وكيف تضبط وتؤدب. ولذلك المنهج حمل طريقة ترويض النفوس، كيف تصفى وتحلى وتخلى وتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى أنت هتظلم نفسك لو أنت ما ربيتهاش وعلمتها صح. وفي معنى تاني بيقول لك إيه؟ إنه كان ظلوما قيل لنفسه، ماشي، جهولا بربه، لم يقدر ربه حق تقديره، لذلك أهمل الأمانة وفرط فيها وانشغل بشهواتي ويعني ما يحب وما يشتهي في هذه الدنيا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يبقى عرض الأمانة ده في الحقيقة كان امتحان، والامتحان هيسفر عن إيش؟ ها؟ أي امتحان في الدنيا يسفر عن إيش؟ راسب وناجح، أو ناجح وفاشل زي ما بيقولوا، صح؟ فمن أي الأصناف أنت؟ هل تعتبر أنك نجحت في تحمل الأمانة وجلست الاختبار وحفظت على الدين وكل ما جاء به، أم عندك خلل وتقصير وعدم أداء للأمانة؟ في الحقيقة يعني الصورة ختمت ختام رائع رائع،
بعد أن بينت نتيجة الاختبار في نجاح وفي فشل زي ما قلنا. التمييز كان رائع جدا بالإشارة ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أنت بشر، أنت مش معصوم، وارد أن أنت تخطئ، ماشي، ولذلك باب التوبة مفتوح، فلا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باب التوبة مفتوح، والله يريد أن يتوب عليكم، ولكن إيه؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ده الخطاب لمين؟ للنبي وللصحابة وليك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة في رواية، وأكثر من 100 مرة في رواية. هو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك يا إخواني باب التوبة مفتوح، وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه التواب والغافر والغفور والغفار والعفو والستير. فعودوا إليه والتزموا بمنهجه متوكلين عليه طالبين منه التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ستوفقون. ومن يتحرى الخير يعطى. بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الصورة المباركة التي ندعو الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات لي ولكم، وأن ينفعنا بها يوم القيامة، وأن يجعلها عونا لنا على حمل هذه الأمانة التي حملنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونفكر سويا حتى الأسبوع القادم فيما سنشرع من دروس. من عنده اقتراح يأتي به في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.